تكون منذ فترة زمنية طويلة في ممارسة حقنا الطبيعي والقانوني كجزء من ممارستنا لحقنا في تقرير المصير، في أن يعتمد مجلس الأمن توصية في قبول دولة فلسطين عضوا كاملا العضوية في الأمم المتحدة. يعني بدأنا في ذلك منذ عام 2011 وقدمنا الطلب آنذاك وغيرنا وضعنا إلى دولة مراقبة في عام 2012 واستمرنا في بذل كل الجهود الممكنة في اتجاه، وأنا أعتقد على أنه آن الأوان وخاصة أن هناك إجماع دوليا على حل الدولتين أن تحظى دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وعملنا كذلك في الاجتماع في القمم العربية والاجتماعات الوزارية وآخرها القمة المشتركة العربية الإسلامية في الرياض في شهر 12 وقمة عدم الانتهاك في شهر 1 في كامبالا يوغندا على تحشيد واتخاذ مواقف جماعية على أعلى مستوى القمم في دعم هذا المسعى من أجل أن تحصل دولة فلسطين على الأرضية الكاملة في الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أن اللحظة قد أزخت ووصلنا إليها الآن في نفس الوقت الذي نبذل كل جهد ممكن لوقف العدوان على أهلنا من خلال وقف الحرب ضد أهلنا في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح هناك وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات التي يحتاجها شعبنا وكذلك وقف التهجير القسري. أننا نعمل على كل هذه المستويات، وأننا طلبنا اليوم في اجتماع للمجموعة العربية على مستوى السفراء أن يعقد اجتماع طارئ مفتوح لمجلس الأمن لمناقشة موضوع المجاعة في شمال غزة وفي أمكنة أخرى منها والمذبحة التي نظمت في قتل الموظفين الدوليين في المجال الإنساني كما وقع قبل المنظمين، ليناقش مجلس الأمن هذه المسائل ويتحمل مسؤوليته وينفذ قراراته التي يقدم منها القرار الذي دعا الى وقف اطلاق نار فوري. مترافقا مع كل ذلك يعني نحن يعني من ان يكون في مشاورات مع اعضاء مجلس الامن واجتماعات للمجموعه العربيه والاسلاميه وعدم الامتنان في الرساله المشتركه التي بعثتها هذه الاطراف الثلاثه باسم الدول التي يمثلوها و 140 دولة المعترفة بدولة في أن يبت مجلس الأمن طلب العضوية مرة ثانية في هذا الشهر شهر إبريل، وخاصة أن هناك اجتماعا وزاريا في 18 إبريل من الشهر الحالي الذي سيناقش الحالة في الشرق الأوسط وفي فلسطين، ونأمل أن يتم البث في هذا الطلب في ذلك الاجتماع. يعني هي يعني الولايات المتحدة تتصرف وتقول لنا على أن هناك مواقف وقرارات خاصة في الكونغرس الأمريكي التي تكبل أيدي ممثليها في الأمم المتحدة. نحن نرفض هذا المنطق بشكل كامل لأنه عندما دخلت دول بان فترة الصراع السوفيتي الأمريكي وأصبحت أعضاء في الأمم المتحدة من أمثال وفيتنام وكوريا الشمالية والعشرات الأخرى من تلك الدول لم توضع أي اشتراطات من قبل الكونغرس.